صالح الخور. الركنية الآن للخريطيات، الكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، الفرصة ما زالت قائمة، الكرة عالية ولكنها سهلة عند بابا جبريل. بابا جبريل يرسلها أمامية، فرص خطيرة كانت حاضرة كما شاهدنا وتابعنا. الانطلاقة تعود، فرصة الأول، الله، وأخيرا يسجلون أول الأهداف. هدف أول يأتي للصالح الخور عن طريق الذي أهدر ركلة الجزاء. علي المهندي يأتي بالفرحة الأولى للصالح الخور. هنا كانت التمريرة، وضعها هذه المرة على يسار الحارس علي طارق الذي أنقذ الهدف الأول في المباراة كما شاهدنا في أكثر من مناسبة، ولكن في المرة الرابعة يا علي. كرة ملعوبة لصالح الخور، الانطلاقة مجددا من سيد حسن، يرسلها إلى الجهة اليمنى، الفرصة موجودة الآن، التمريرة حاضرة، فرصة الثاني يأتي الآن لصالح الخور، فرصة كانت خطيرة، والهدف الثاني عن طريق أحمد المهندي بعد التمريرة الرائعة. لا وجود للأوفسايد، يا سلام يا سلام، وضع على يمين الحارس علي طارق الذي هذه المرة ليس له حول ولا قوة للتصدي لكرة أحمد المهندي الذي يسجل الهدف. الركنية، الكرة ملعوبة مرة أخرى، العرضية عالية، فرصة الآن، البديل إذن يأتي بتقليص النتيجة يحيى يعقوب، ولكن الحكم يلغي الهدف. هل هناك كان أوفسايد أو مسك أم ماذا؟ الهدف يأتي، وربما كان هناك مسك في قبل ما يصل الكرة عند اللاعب يعقوب، يحيى يعقوب، أو هدف الأول يحتسب، لا، هدف أول يحتسب لصالح الخريطيان، هدف أول إذن تقليص النتيجة. عن تعادل كان قريب لصالح الخريطيان، ولكن التعادل ضاع على عبد الهادي فهيد في الكرة الماضية. الكرة عادت لصالح الخور، الانطلاقة حاضرة، المرور، هدف مارادوني يأتي عن طريق علي المهندي. يا سلام يا ولد، هدف على طريقة الكبار، يمر من الأول ومن الثاني، وعلي طارق هذه المرة في مهب الرياح، والثالث، وطلقة رصاصة الرحمة تأتي من علي المهندي، والهدف الثالث، والثلاث نقاط الآن تكون حاضرة لصالح الخور. هدف لعيب من